ايه سر ترحيب وحرص قادة دول البريكس على انضمام مصر والسعودية والامارات تحديدا لعضوية التكتل العالمي الضخم والجديد؟ وايه حكاية التقرير الاخير اللي كشف اسرار وكواليس كتيرة؟ وايه اللي هتستفادوا البريكس من عضوية مصر والسعودية والامارات؟ بانكير نبض البنوك. زي ما احنا عارفين يوم الخميس اللي فات دعا رئيس جنوب افريقيا مصر والسعودية وايران والامارات واثيوبيا والارجنتين لعضوية بريكس اعتبارا من الاول من يناير 2024 عشان يكون التوسع هو الاول منذ عام 2010. وشفنا كلام كتير عن استفادة مصر والدول الخمسة اللي معاها من عضوية التكتل الضخم، لكن في الحقيقة في تقارير كتير طلعت بتتكلم عن استفادة البريكس كتجمع دولي كبير من مصر والسعودية والامارات تحديدا. ومن بين التقارير كان تحليل مهم جدا لوكالة بلومبرج، وقال ان انضمام السعودية للبريكس وهي اكبر مصدر للنفط في العالم لجانب روسيا والامارات وايران والبرازيل هيجمع اكبر منتجي الطاقة من اكبر المستهلكين في الدول النشأة، وده هيمنح التكتل نفوذ اقتصادي هائل ومخيف للتحالفات اللي بره البريكس. واضاف التقرير ان معظم تجارة الطاقة في العالم بتتم بالدولار، وتوسع البريكس هيعزز قدرتها على الدفع المزيد من التجارة لعملات بديلة بعيدا عن البعبع الامريكي الاخضر. بالإضافة للأسباب اللي فاتت في إجماع على أنه بعد المرحلة الأولى من عملية توسيع البريكس في مراحل تانية هتتم منها إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات الرئيسية عشان تخلي العالم أكتر إنصافاً وشمولاً وتمثيلاً. كمان توسيع البريكس معناه مزيد من التأثير للتحالف في الشؤون العالمية، وده هيؤدي لنوع مختلف من الاقتصاد العالمي لأنه بالمقارنة مع مجموعة السبعة فدول بريكس أقل توجهاً نحو السوق. وقال الخبير الاستراتيجي في شركة ليمير حسنين مالك ان توسيع بريكس مدفوع بالرغبة في بناء بديل النظام دولي بيتمحور حول الهيمنة الامريكية. بينبغي التمييز ما بين استخدام الدولار الامريكي كعملة تجارية واللي قد تتآكل مع بحث الكثيرين عن بديل وكعملة احتياطية. وحسب التقرير بتستهدف مجموعة البريكس تقوية بنك التنمية الجديد، وتوسيع العضوية يعني زيادة عضوية البنك، وده امر مهم سواء كان الامر بيتعلق بضخ رأس المال السعودي أو الإماراتي أو اعتماد مصر والأرجنتين وأثيوبيا وربما إيران على رأس المال اللي هيتم ضخه. وبالنسبة لمصر فأكد التقرير أنها بلد محورية في المنطقة بفعل الجغرافيا والتاريخ، وعندها مفاتيح الشمال والعمق الإفريقي والعربي كمان، بالإضافة لتحكمها في الممرات الدولية للتجارة العالمية وامتلاكها مجموعة مواني محورية ولوجستيات قادرة على التعامل مع التطور التجاري والنقل العالمي. أنا أشرقت أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.